بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما أوجب الله ورسوله من التفريق في الظاهر بين المسلمين وغير المسلمين، قال: وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا من أدلة تحريم التشبه بالكفار في صورة العبادة، وإن كانت العبادة مشروعة في الأصل فإننا نخالفهم في صفة الأداء كما في هذا الحديث. فصيام يوم عاشوراء مشروع في الأصل، وهو عبادة لله عز وجل، صامه موسى عليه السلام شكرا لله على النصر، من باب الشكر لله. وهكذا ينبغي للمسلمين إذا انتصروا أن يعملوا الشكر لله عز وجل، ولا يعملوا الحفلات والطرب والأشياء التي تسفه الناس، و إنما يعملون عبادات شكرا لله عز وجل. فهذا موسى عليه السلام صام لله شكرا له لما نصره على فرعون وأغرق فرعون وقومه، ونصر الله موسى وقومه، صامه موسى عليه السلام شكرا لله. فاليهود كانوا يصومونه بناء على هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل يهود المدينة عن صيام يوم عاشوراء، لماذا؟ قالوا: لأنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فيه فرعون وقومه، صامه موسى فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، لأن الأنبياء طريقتهم واحدة ويقتدي، فبهداهم اقتده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فكان الصوم مشروعا وسنة الأنبياء، صوم يوم عاشوراء سنة الأنبياء، ولكن نحن نخالفهم في صورة الصوم، نصوم يوما قبله، وفي رواية يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده. فالمهم أننا نخالفهم في صورة العمل. هذا دليل على أن مخالفتهم مقصودة للشارع حتى في العبادات المشروعة، بأن نؤديها على صفة غير ما يؤدونها عليه. نعم. قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، هذا كما سبق. قال: والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود ابن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال رحمه الله: فتدبر، هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية،
صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه. ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسعاء أو عاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فيكون صلى الله عليه وسلم جمع بين المصلحتين، أداء العبادة ومخالفة المشركين ومخالفة اليهود، مخالفة اليهود، فجمع بين المصلحتين. فلا نترك العبادة لله عز وجل والتوحيد ونقول لأن هذا يفعله اليهود، بل نؤديها ونخالفهم في صفة الأداء فقط. نعم. الإشكال عند بعض من يسمع الحديث هذا إذا جاءهم عاشوراء يا شيخ أنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصوم يوم بعده، وأشار المؤلف هنا إلى أنه قيل له ذلك قبل أن يموت. الحديث أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون هذا، ثم لا تنافي بين ذلك، يكون قاله أول ما قدم المدينة وقاله عند وفاته صلى الله عليه وسلم، لا تنافي بين الروايات، يعني كرره وأكده. نعم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. نعم، هذا كما سبق، لكن عند بعض طلاب العلم إشكال في أن رواية يوم بعده أنها فيها مقال. نعم، أنها فيها مقال، وأن الرواية الصحيحة صوموا يوما قبله، فهم يتوقفون في صوم يوم بعده. فنقول ما دام أن الرواية جاءت كثيرة ومتعددة في صيام يوم بعده، وأن المقصود المخالفة، والمخالفة تحصل في صيام يوم قبلها أو يوم بعده، فالأمر في هذا هين وسهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. قال فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مثار النزاع الآن. نعم. وهي مسألة الصيام، بداية الصيام أو نهاية الصيام، هل يكون بالحساب الفلكي أو بالرؤية البصرية. النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الحساب الفلكي، مع أنه موجود في وقته صلى الله عليه وسلم، فعدل عنه لأن اليهود والنصارى يصومون على الحساب ويتعبدون على الحساب ولا يعملون بالرؤية. فنحن إذا، وهذه لفتة عظيمة من الشيخ رحمه الله، نحن إذا صمنا بالحساب تشبهنا بأهل الكتاب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية، يعني غير متعلمة، هذا في الأصل، وإلا بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فشل العلم والتعلم، لكن في الأصل كانوا أميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فزالت الأمية بمبعثه صلى الله عليه وسلم. لكن أحالنا في الصيام على الحساب، على الرؤية البصرية، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ فسرها الرواية الثانية، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنحن نصوم بإحدى علامتين، إما الرؤية أو إتمام الشهر 30 يوما. فالشهر قد يكون 29 إذا رؤي الهلال، وإذا لم يرى الهلال فإنه يصام 30 يوما إكمالا للحساب. أكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا فيه بيان ما يطنطنون به الآن من الدعوة إلى العمل بالحساب الفلكي، ويقولون هذا من أجل اتحاد المسلمين،
الله لم يكلفنا أن نصوم بجميع أقطار الأرض في يوم واحد، الحمد لله، ولا أن نفطر في يوم واحد، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكل يصوم على الرؤية، على الرؤية ويفطر على الرؤية، على الرؤية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا نجد العبادات كلها مبنية على الرؤية، فالصلوات الخمس على الرؤية، رؤية الصبح في الفجر، زوال الشمس في الظهر، مصير الظل مثل الشاخص في العصر، غروب الشمس في المغرب، غيوب الشفق الأحمر في العشاء. فنحن نبني على الرؤية في عباداتنا ولا نبني على الحساب. نعم. هل يمكن أن يقال في توجيه ذلك شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد باعتماد الرؤية في العبادات، وإلا كان يعرف ومعروف عند العرب حتى قبل الإسلام الحساب، يحسبون الأنواء والأنجم ويعرفونها، لكن مراد أن العبادات لا تبنى على الحساب؟ هذا اللي قلنا في أول الكلام، قلنا الرسول لم يلتفت إلى الحساب، مع أنه كان موجودا في عهده ومتقنا عند العرب. نعم. عند العرب، وهناك فلكيون متخصصون، ومع هذا عدل صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه من عمل أهل الكتاب، هم اللي يبنون على الحسابات، على النيروز والمهرجان وكذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. الكلام واضح ولله الحمد، الحمد من لله. إمام جليل متقن في أنه لا نعول على الحساب في عباداتنا، وإنما نعول على الرؤية في الصيام وفي الصلاة وفي الفطر، وفي الفطر وفي الحج. نعم. الحج يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت، قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للناس والحج. والأهلة ترى ولا تحسب، ما يحسب للهلال حساب، وإنما يرى. نعم. نعم. قال: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتاب بدلوا. وهذا يؤكد ما سبق من أن الرؤية هي التي يجب العمل بها، وأنها كانت حتى عند أهل الكتاب، لكنهم غيروها، فإذا كان هذا من تغييرهم تأكد علينا مخالفتهم في ذلك. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. نعم. هو العمل بالرؤية يحفظ الأمة من أن تتلاعب بدينها، فإن أهل الكتاب لما نقلوا الصوم من الحر إلى وقت الإبراد، نقلوه من فصل إلى فصل، أدركوا أنهم أخطأوا، فزادوا في الصيام من أجل يجبر الخطأ الذي حصل منهم بزعمهم، من أجل أن يجبر ما حصل منهم من الخطأ في نقل العبادة عن وقتها، وهذا لا يعفيهم أمام الله سبحانه وتعالى من إثم التغيير والتبديل. ولذلك هذه الأمة ولله الحمد في منأى عن هذا التلاعب، فهي معلقة بالرؤية في عباداتها، والرؤية واضحة ويراها كل أحد. الحساب لا يدركه إلا الخواص من الناس، أحد الأفراد. أي نعم. وأما الرؤية فكل يراها، الحضري والبدوي والعامي والمتعلم، كل يراها، والدين يسر ولله الحمد. وقد يتغير، وقد لا يوجد أهل حساب، قد يأتي فترة ما يوجد حسابون،
فلكيون ولا آلات ولا توجد آلات، وقد نكون في بر أو البادية في بر، فالله جل وعلا علقنا بالرؤية وهي أمر ميسور ولله الحمد. إذا رأينا نصوم، وإذا ما رأينا لا نصوم، لا نصوم، ولم يكلفنا الله بالصوم. حتى ولو أخطأنا وكانت الرؤية سابقة فنقضي يوما، نقضي يوما بدل الخطأ، ويكون الصيام صحيحا والحمد لله. لو أخطأ الناس، حتى لو أخطأوا في الحج ووقفوا في غير يوم عرفة لأنهم لم يروا الهلال، فحجهم صحيح الحمد لله، لأنهم بنوا على ما يستطيعون وما يطيقون. فالدين ولله الحمد يسر. وأما قولهم أن يجب اتحاد المسلمين على الصوم، على نقول لماذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ لماذا لم يتجنبوا البدع والمحدثات وهذا أهم؟ فإذا ما بقي إلا الصوم، بداية الصوم ونهاية الصوم، الأمر في هذا محسوم ولله الحمد، ولا يكلف أحد، وهذا من اليسر، هذا من التيسير. هذا من ناحية. الناحية الثالثة أن المطالع تختلف، كما يقول شيخ الإسلام، المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، المطالع تختلف، رؤيتنا تختلف عن رؤية الإقليم البعيد عنا. فكيف نلزم الناس أن يصوموا وهم لم يظهر الهلال عندهم؟ هذا من الغلط. وليت المسلمين اتحدوا على العقيدة الصحيحة، وليت هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات لبداية الأشهر ونهايتها كما يسمون، ليتهم اجتمعوا لأجل إنكار هذا الشرك الذي فشى في الأمة وشاع وأفسد المسلمين، إنكار هذا التصوف المبتدع الذي جاء بالطوام وجاء بالشرور وغير العبادات. لماذا لا يجتمعون لتغيير هذه الأمور وتنبيه المسلمين على تجنبها إذا كانوا ناصحين للمسلمين؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم. كذلك يتناول هذا الأعياد، فالعيد أيضا مبني على الرؤية، أن العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، مبنيان على الرؤية، على الرؤية. أما هم فأعيادهم مبنية على الحساب، فنحن نتجنب هذا أيضا. نعم. قال: أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله، ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى. نعم، هذا من ناحية ثانية، وهو من باب القياس. إذا نهينا عن أعيادهم وقصرنا على الأعياد الشرعية، فمن باب أولى أن ننهى عن أعيادهم المبتدعة التي أحدثوها، كعيد المولد وعيد النصر وعيد كذا وكذا، وأياما قالوها من عند أنفسهم. المسلمون ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث الأسبوعي يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع كما في الحديث. نعم. قال: ولما في ذلك، قبل أن نبرح هذا الشيخ، أشرتم جزاكم الله خير أنه عيد الأسبوع، يعني بعض الناس في نفوسهم يحبون الاجتماع والعيد والبهجة، أنه لو علموا أن هذا عيد يعني ثالث يفرح فيه المسلمون ويتزينون ويبكرون على عبادتهم. هذا هو، نعم، أنه من مراعاة الإسلام هذه الجوانب الروحية عند الناس، الواجب الاهتمام بيوم الجمعة، أنه عيد أسبوعي شرعي، والاغتسال والتنظف والتجمل والتطيب، أي نعم، والحضور مبكرا، هذا الواجب، لأنه يوم عيد عبادة، يوم عيد عبادي. أي نعم. نعم. قال رحمه الله: ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، يعني الاتفاق في الحساب. أي نعم، من مشابهة، مضارعة يعني مشابهة، الأمة الأمية التي لا تحسب بالأمم التي تحسب، والأمية لا تستطيع هذا، الأمية لا تستطيع الحساب، ولهذا قال: إننا لا نحسب ولا نقرأ، فكيف نكلف الأمة الأمية بأن تعمل عمل الأمة الحاسبة الفلكية؟ هذا أمر، وهذا يتكرر، فإن غالب المسلمين في البراري وفي القرى وفي
ولا يعرفون الحساب. وهذا شيء وسعه الله يذهب ولا يضيقونه. وهذا وسعه الله وهؤلاء يضيقونه. لكن إنما هي بس محبة الشيء الجديد والزهد في الشيء الذي عليه المسلمون من قديم، هذا الغالب على أفكارهم. نعم. قال: وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص، كما سبق أنه من جملة التشبه بالكفار الاعتماد على الحساب في العبادات، الاحتساب الاعتماد على الحساب، الاعتماد على الحساب في العبادات، وإنما يعتمد على الرؤية، الرؤية للعلامة التي جعلها الله علامة لبداية العبادة أو وقت العبادة. نعم. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حجة على المنبر وتناول قصة من شعر كانت، أنه سمع معاوية عام حج، نعم، على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذه الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم. هذا حديث عظيم، وهو أن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين لما رأى فعل بعض الناس في وقته ووقت خلافته لما قدم المدينة النبوية وخطب الناس على المنبر أنكر هذا المنكر، وهو وجود هذه المشابهة في النساء، أنها تتشبه بنساء الكفار في وصل شعورهن، في وصل شعورهن، والتزين بما ليس من 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 خلقتهن من باب التزوير. النبي صلى الله عليه وسلم روى معاوية رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية معاوية أن هذا مما هلكت به بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، فنحن نحذر من هذا العمل، وهو الوصل، وصل الشعر بشعر ليس من غيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله عز وجل. وما أكثر ما ابتليت به النساء المسلمات اليوم من التشبه بالكافرات في شعورهن. نعم. فمنهن من تقصه وتدرجه، ومنهن من تجعله على شكل جمة الرجل تتشبه بالرجال وتحصل على اللعنة، ومنهن من تغير لونه تصبغه بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات، فتغير لونه الجميل الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات، وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان. ولهذا معاوية رضي الله عنه أنكر هذا الفعل على المنبر، وجاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الرواية ما يدل على أن وصله حتى بغير الشعر، حتى وصله بالخرق أنه محرم. نعم. بعض الربطات على الشعر فعلا، يعني بعضها مشكل على شكل شعر وهو ليس بواصل، لكن شكله من الشعر وهي ربطة ويؤلف فيها الشعر، يدخل في ذلك؟ على كل حال يدخل في الوصل. نعم. لكن الوصل بالشعر أشد، محل إجماع، لكن وصله
بالخرق هذا محل خلاف، نعم، ولكن في الرواية هذه يدل على أنه ممنوع أيضا. وتغيير لونه داخل في النهي؟ ما لا شك في ذلك. وتشقير الحاجبين؟ تغيير لونه بحيث يشبه شعور الكافرات لا شك إن هذا أشد. حتى يغير لون العيون الآن، يغير لون العيون يجعلنا لون العيون مثل لون الشعر ومثل لون اللباس في شكل واحد، لأن الكافرات يفعلن هذا الشيء ويظهرن بالشاشات عينها كثوبها ومجلات الزي اللي يسمونها مجلات الزي، وهذا من التشبه الذي ابتليت به المسلمات. وكذلك الحواجب هذا محل لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، كل هذا ملعون ثم فعلته بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن النامصة والمتنمصة كما لعن الواصلة والمستوصلة. نعم، يركبنا الآن نمصا مهجنا يعني يلون بحيث يخفى بعضه بلون وبعضه يضرب بلون، لا يعبث بالحواجب لا بلون ولا بنمص ولا غير ذلك، الحواجب تترك كما كانت. نعم، ثابكم الله. قال وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. نعم، هذا من الزور من التزوير يعني. نعم، وهي أن تظهر المرأة بغير حقيقتها كأن لها شعر طويل وجميل وهي ليست كذلك. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. نعم، استغرب معاوية رضي الله عنه أن يكون هذا من المسلمين وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الناس مغرمون بالتقليد والتشبه، هذا مما يدل على خطر التقليد والتشبه. معنى طيب شيخ، كونه حصل ذلك في زمن الصحابة كيف بنا نحن، لكن يستفاد أنه أيضا الصحابة كانوا من ينكر هذا، معاوية أنكر على المنبر وأنكر علماءهم. الآن يعني قد يأخذ بعض الناس الفهم من هذا أنه ما دام حصل في ذاك الزمن فاعذرونا، لكن نحن نقول يجب أن حصل وأنكر، لو ما أنكر لو أقر الحمد لله صرنا نعذرهم، لكن أنكر، أنكره خليفة المسلمين وعلى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد اعترض عليه من الحاضرين. نعم، إذا لا نستغرب أن يحدث جنوح يمين ويسار، لكن هم أن ينكر ويقام الناس على الجادة. لا، هذا يدل على أنه لا يؤمن أن الناس يتشبهون باليهود والنصارى حتى ولو كانوا من أفضل الناس، فلا أحد يزكي نفسه. نعم، قال فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذب عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. تشبه بالكفار محرم لعلل كثيرة. نعم، منها أنه سد للذريعة في أننا نجلب عباداتهم وعاداتهم السيئة ونستعملها ونغير دين الله عز وجل، هذه ناحية. نعم، الناحية الثانية أن هذا يورث المحبة لهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. الناحية الثالثة أن هذا يدل على التعظيم لهم، لأنه لا يتشبه إلا الحقير بمن يعظمه أو الضعيف بالقوي. نعم، نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان
جزا الله شيخنا خيرا وجزاكم خيرا على استماعكم، وهذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.